الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الناس، إن من يقرأ تاريخ الأوقاف عبر العصور ليجدن أمرا عجبا، وليلحظن بأم عينه المساحة الواسعة للأوقاف في الدولة الإسلامية، حتى لقد بلغت بعض البلاد الإسلامية آنذاك مبلغا عظيما في جانب الأوقاف، فلقد حُصِرت المساحات الزراعية فيها، فوجد أن ثلثي تلك المزارع قد أوقفت وقفا خيريا أو ذريا، غير أن الرامق ببصره والمصغي بأذنه في زمننا هذا ليدرك عمق الهوة بيننا وبين ماضينا في باب الأوقاف، ولسوف يرى مدى انحسار الوقف في عصرنا الحاضر، ليغيب عن تواجده المعهود أزمانا خلت، والذي يرجع سببه إلى الجهل بقيمته وفضله، وإلى التسويف والتأجيل إلى أن تحل المنية ثم تلا وقف. وللشح دور غلاب لدى كثير من ذوي السعة والوجد، إضافة إلى ضعف الثقة بنظار الأوقاف أو أمنائها، ما يحدث ردة فعل عكسية ناتجة عن بعض الممارسات السلبية من قبلهم، والواقع خير شاهد على هذا. والعجب كل العجب عباد الله ممن وهبهم الله تلك الملايين المملينة، وأسبغت عليهم نعم الله ظاهرة وباطنة، ثم هم لا يحدثون أنفسهم بالوقف حديثا متبوعا بالعمل، فكم من غني فوجد ثم فاجأته المنية فلم يجد بعد مماته ما كان في حياته قد وجد، أفنى عمره في جمع المال وتعداده، وكأنه خزانة لمن بعده، يجثم الشيطان على قلبه يخوفه من العيلة إن أوقف من ماله شيئا، يخوفه من العيلة إن أوقف من ماله شيئا. وما درى مثل هذا المسكين أن المشاهد في كثير من واقع الموسرين أنهم يموتون ولما يوقفوا شيئا من أموالهم، ثم يذهب ما جمعوه شذر مذر، والرابح منهم من ذكره أحد ولده بخير فتصدق عنه حينا ونسيه أحيانا كثيرة. ولأجل هذا عباد الله، فإن الأصلح لكل موسر عدت تركته بالملايين أن يقدم الوقف على الوصية، انطلاقا من خبرات مختصين ومشاهدة سابرين لواقعنا المليء بالثروات الشخصية، وذلك لأجل سببين مهمين. أولهما أن الوقف منجز في حياته وبإمكانه إدارته بنفسه ما دام حيا، فإذا جاء أجل الله سار وقفه على ما هو عليه لا تقطعه وفاته، بخلاف الوصية فإنه لا يدري أقيمت بعد موته أم لا. وثانيهما أن الغالب في تركات المسيرين العظيمة أن تمضي عليها السنون الطوال ولما تقسم بعد بسبب تشعبها وكثرتها وخلاف ورثتها، فتتعطل الوصية تعطلا بالغا بسبب ارتباطها بالقسمة، بخلاف الوقف فإنه قد أنجز إبان الحياة فلا علاقة له بقسمة التركة. فكم من ميت مضت على وفاته السنة والسنتان والعشر والعشرون ولا تزال وصيته حبيسة التصفية وحصر التركة، بخلاف الوقف فإنه ينال أجره وهو حي يدركه ويشعر به ويتلذذ به، لا منة لأحد في تنفيذه ولا عوائق تحول بينه وبين إثماره. كما أنه ينبغي أن يعلم أن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن للواقف أن يشترط الاستفادة من غلة وقفه ما دام حيا تحسبا لنوائب الحياة قبل مماته، فإن شاء أخذ منه وإن شاء أنفقه، فإذا مات بعد ذلك صار حتما إلى وجوه الخير والبر. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله،
ما منا أحد إلا ما له أحب إليه. قال: فإنما له ما قدم، وما لوارثه ما أخر. رواه البخاري في الأدب المفرد. ألا إن المال غاد ورائح ومقبل ومدبر، وما هو إلا وسيلة للإنفاق والبذل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه. ورضي الله عن عمر الفاروق الملهم، فقد خرج يوما إلى البقيع فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد قسمت. فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب، أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا، وما أنفقنا فقد ربحنا، وما خلفناه فقد خسرناه. ألا إن من رام الفلاح لنفسه وفاز من الدنيا بمال وافي، فلا بد أن يسعى حثيثا لبذله، ويخرج بعضا منه للأوقاف، فذلك فوز للغني وبلغة ليجني في الأخرى عظيم قطاف. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.